يا شيخ أحسن الله إليك، رجل سافر من القصيم إلى الرياض، وقبيل وصوله إلى الرياض أدركت صلاة المغرب، هل يستطيع أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، علما أنه يستطيع أن يدرك صلاة العشاء في الرياض؟ أقول إذا كان هذا الرجل من أهل عنيزة مثلا أو من القصيم وسافر إلى الرياض وقرب من الرياض، فله أن يصلي المغرب والعشاء جميعا لأنه مسافر، حتى وإن كان يدرك الناس في صلاة العشاء، لأنه ربما يقول أنا إذا وصلت الرياض أكون متعبا وأريد الراحة وما أشبه هذا، يكون أجمع. لكن السؤال إذا كان قد أقبل على بلده وهو يعلم أنه يدرك الوقت الثانية في البلد، فهل يجمع؟ نقول نعم له أن يجمع، لكن ترك الجمع هنا أفضل، لأنه سوف يصل إلى البلد في وقت يدرك فيه الصلاة الثانية في وقتها.